نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية ادعاءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة جملة وتفصيلا، وترغب في التذكير والتأكيد بأنها سبق أن تثبتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن، إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية والطارئة والبت فيها. وتؤكد الجمعية أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها بما فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم، فإنها تأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين التواصل معها للنظر في شكواه من أجل دراستها ومعالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات السريعة.